وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة وما يترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص وبدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. الهدف من طلب المناقشة اليوم كان هو استيضاح لسياسة الحكومة استراتيجية وزارة النقل في تطوير منظومة النقل بشكل عام وتعزيز سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل والتدخل في صناعات وسائل النقل في مصر. طبعا كل ده في ظل انطلاق الدولة أو لوثيقة سياسة ملكية الدولة اللي أطلقتها الدولة المصرية في 13/6/22. المستهدف من طلب المناقشة هو أن النهاردة عارف كويس قوي أن حصل تطوير يعني لم تشهده مصر خلال الفترات السابقة في قطاع النقل والطرق في مصر. يمكن احنا النهاردة فعلا بنتشرف بان احنا عندنا وسائل نقل ذكي، وده كان المستهدف ان انا اقول ازاي عايز اعمم وسائل النقل الذكي، عايز استغل وجود نقل ذكي فيه، ازاي اقدر اجيب مصنعين، اجيب مستوردين بدل ما استورد من بره واضغط على الدولار، هجيب ازاي افكر ان انا افتح مجال للتصنيع داخل مصر. ما فيش حد يقدر يستطيع ان ينكر حجم الانجاز اللي تم في هذا الملف، خصوصا احنا كان عندنا اشكاليات كبيره جدا متعلقه بازمه في الطرق المتدهوره، ازمه في التكدس المروري، ازمه ايضا في المحاور، ازمه ايضا في حوادث الطرق العامه والقطارات. الوزاره انجزت العديد من الملفات بفضل الدعم الكبير جدا من القياده السياسيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن في الحقيقه ايضا هناك عبء كبير جدا بيقع على وزاره النقل في الحفاظ على هذه المنظومه اللي بالفعل تطورت بشكل كبير جدا واللي احدثت نقله للدوله المصريه، لدرجه ان احنا وصلنا في الترتيب الى 18 على مستوى العالم، وده يعني انجاز كبير جدا. محتاجين مشاركه للقطاع الخاص في الحفاظ على هذه المنظومه من خلال المشروعات والبنيه التحتيه والاستثمار في هذا القطاع الهام. قطاع السكه الحديد، وهو هيئه السكه الحديد من اهم الهيئات اللي موجودة في قطاع النقل، وسألنا عن كيفية الإدارة الاقتصادية لهذا المرفق المهم جدا. حاولنا ان احنا نسأل ازاي نقلل الضغط على المواطن لزيادة الأسعار مع زيادة التطوير، فاقترحنا ان يتم الاستفادة من الأراضي المحيطة بالسكة الحديد، لان تقريبا السكة الحديد ماشية في كل البلاد وفي اماكن متميزة جدا. اقترحنا برضو الاستفادة من محطات السكة الحديد في عمل بنوك، في عمل سجل تجاري في كل البلاد، لان دايما احنا في اماكن مميزة جدا محطات السكة الحديد. الهدف الرئيسي لاي مشروع او تطوير بيتم في وزارة النقل هو العودة على المواطن البسيط او الشباب لخلق فرص عمل في هذا القطاع. طبعا كان الرد انه ان شاء الله في القريب العاجل سيتم طرح هذه المشروعات سواء صناعية أو خدمية للاستفادة من هذه المشروعات للمواطن البسيط وخلق فرص عمل لأبنائنا وشباب مصر في هذا القطاع.